بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 50 بعد 105. نتناول آية من سورة الرحمن. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن العلوم ستتقدم وأن البشر سيصلون بعلمهم إلى أقصى ما يمكن أن يتخيله الجن. وخاطب الله عز وجل وهو الخالق الحكيم العليم، خاطب الجن والإنس بأسلوب واحد: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هتقدروا تعدوا من الكواكب والنجوم والمجالات الأرضية والكونية؟ فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بس خلي بالكم، السماء مليانة شهب ومليانة كتل نارية، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. خلي بالكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعم تكذبون؟ فأنا بقول لكم يا بشر هتوصلوا، إذا كان الجن يصلون إلى أعماق البحار والمحيطات فالإنسان يستطيع أن يصل، إذا كان الجن يستطيعون السفر إلى أعماق الفضاء فالبشر يستطيعون الآن. قل لي حاجة يعملها الجن ما يقدرش البشر يعملها. الإنسان يستطيع التصوير بالحاجة اسمها الانفراراديشن أو بالجاما كاميرا، يقدر يصور ما خلف الجدران. يعني نقدر نمسك الجاما كاميرا ونشوف واحد طالع في عمارة، نركز عليه الكاميرا وتصوره لي وهو طالع في الادوار المختلفه، طالع ونازل وبيتحرك، واقدر اتصوره واتابعه وهو جوه العماره. يعني البني ادم يقدر يتسلق الاسوار ويقدر يخترق الجدران. شوف ربنا علمه، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. معاكم حاجه وسيله علم. يوم القيامه: فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ساعتها: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بيقولوا بقى معقول ربنا، معقول ربنا يقدر يرجع البني آدم بعد ما بقى تراب، بعد ما بقى تراب ربنا يرجعه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: بلى قادرين على ان نسوي بنانه. يعني البنان اللي هي ايه بصمات الاصابع، ده ربنا بيقول هنرجعه بنفس البصمه بتاعته، بصمات ايديه وبصمات رجليه. البني ادم فينا له بصمات كتير جدا، له بصمه اسمها بصمه العين، كل واحد فينا له بصمه عين مش زي التاني، ادي بصمه العين. وفي بصمه النفس الريحه، كل واحد فينا له ريحه مش زي التاني. وفي بصمه اسمها بصمه الصوت، كل واحد فينا له صوت مختلف شويه عن التاني، لدرجه انه ممكن انت تقفل الخزنه بتاعتك او تشغل الاجهزه بتاعتك او العربيه بتاعتك ببصمه صوتك بس او بصمه عينك بس. ادي بصمه الصوت وبصمه العين. الانسان له بصمه اسمها بصمه السنان. يعني لو واحد فينا كل واحد فينا بيعض هيش عضتين زي بعض. ومره واحده ست كانت يعني انفعلت مع ابنها الصغير فعضت ابنها الصغير، فلما عضته عضه جامده جدا فعلمت وعمل الجرح، فراحت المستشفى ادعت انه حد عض ابنها. فطبعا جات المباحث والتحريات وجابوا الناس اللي في العماره والجيران وكلهم، وجابوا العضه بتاعتهم البصمه بتاعت السنان او العضه جابوها للناس كلها، واكتشفوا في الاخر ان العضه دي بتاعت امه، لان بصمه سنانها هي الوحيده اللي بتماثل هذه العضه. فده عندك بصمه العين، بصمه الصوت، بصمه السنان، بصمه الايدين، بصمه ريحه العرق، النفس، بصمه الاقدام. كم بصمه للبني ادم بعد؟ عرفت ربنا قادر ولا لا؟ عشان كده بيقول لك: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. والانسان ما بيختلفش، اللي ريحته حلوه ونفسه حلو وبصمته كويسه، بصمته في الطعام كويس، بصمته في النظافه كويس، اللي نفسيته تعبانه بصمته وحشه وريحته في الطعام وحشه والعمل الاكل يطلع الاكل يعني ما يتاكلش لان نفسه مش مظبوطه. كل ما بتعمل الاكل بنفس حلوه، نفسك حلو ونفسك حلوه، يطلع الاكل لذيذ جدا. انما انت بقى متخانق وكاره الناس وكاره نفسك لما تعمل اكل، يبقى الاكل ده عايز يعمل زي السم. حتى اللبن، حتى الرضاعه، اذا كانت الام طيبه هادئه النفس راضيه بالله عز وجل سعيده راضيه بظروفها، اللبن ينزل لاطفالها شفاء
لبن فيه شفاء، لبن فيه نماء، لبن فيه غذاء. لكن الام والعياذ بالله عندها مشاكل ونفسها حقوده ومتخانقه باستمرار ومش راضيه، ينزل اللبن بالسم الهادي، كل ما الطفل يرضع يتمغص، كل ما يرضع يتالم، انه بياخد من امه الالم والحسره والحزن. وهل تصدق يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام؟ ايه علاقه الناصيه بالقدم؟ دي ابحاث، ده لسه بصمات كتير جايه العلم هيقولها لنا. اللي انا بقوله لكم ده مش موجود في اي تفسير من التفاسير خالص، ده دي فتوحات علميه بتاعتنا بتاعت زماننا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليس بشيء من آلاءك ربنا نكذب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. في النار والعياذ بالله، وزي ما قلت لكم النار لما تيجي تسمع الاوصاف بتاعت النار في القرآن واوصاف الجنه تجد انها مش النار اللي نعرفها احنا ولا الجنه اللي نعرفها احنا. لا قدر الله لو واحد او واحده واقفه في مطبخ وتولع المطبخ وهي مولعه في النار، مش هتتكلم مع الناس وناس تتكلم معاها وتبقى شايفه الناس اللي بينعموا، لا. انما في النار يعني يبقى في طاقات زجاجيه، يرى اهل النار اهل الجنه ويرى اهل الجنه اهل النار، ويتبادل الاثنان الاحاديث زي في سوره الاعراف: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. في حوار. طب انت في شوف الجنه يقول لك افقر واحد في الجنه اللي بيسيب في ملكه 100 عام، انا في الجنه في املاكي وانت في النار تعذب والعياذ بالله، ايه الحوار اللي بيننا ده؟ ايه ده محمول؟ يعني هل في اجهزه محمول او عليها موبايل؟ في اجهزه موبايل في النار واجهزه موبايل في الجنه ونكلم بعض ونشوف بعض؟ امال ازاي هنكلم بعض في النار وفي الجنه؟ عشان كده ربنا بيقول ايه: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وعمالين يروحوا يجوا كمان في النار وهي مولعه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. طيب لمن خاف مقام ربه ازاي؟ لمن خاف مقام ربه هو يقدر يزور، بس مش هيزور عشان خاطر ربنا شايف، عشان عارف مقام ربنا. هو يقدر يزور، يقدر يسرق، بس مش هيسرق عشان خاطر ربنا، عشان خايف من مقام ربنا. طول ما انت بتراقب ربنا في السر وبتعمل حساب ربنا قبل الناس في السر قبل العلن، لك جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. زي اللي جت تحط على اللبن ميه تغش لها، فالبنت بنتها بتقول لها يعني ان امير المؤمنين نهى ان نغش اللبن بالماء. فقالت لها الام: وهل يرانا امير المؤمنين؟ هو امير المؤمنين شايفنا؟ فقالت البنت: اذا كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير المؤمنين يرانا. احنا عمالين نغش وربنا شايفنا، مش كده ولا ايه؟ يعني اكاد اقول لكم انه في عصرنا هذا تكاد تكون الاشياء السليمه نادره والاشياء الغثاء ماليه الارض. يعني كنا بنحسب مثلا انواع من اللبن وانواع من الجبن وهي اصلا بودره وجايبينها وعاملينها، وازاي تعرف اللبن الحقيقي اللي مش مجمد ومجفف من اللبن البودره؟ دي مساله عايزه خبير، ده عايزه خبير. ثلاث ارباع الناس بتاكل غلط وبتشرب غلط. ازاي الناس تحول اللبن الى بودره؟ وهل اللبن البودره ده مفيد ولا ضار؟ يعني الناس خلطت ما بين الطبيعي وما بين الايه؟ المزيف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بس اللي بيخاف مقام ربنا ما يزورش، ما يزيفش، ما يخدعش، ما يضحكش على الناس. فلأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجنتين دول في جنتين عاديين لهم مواصفات وفي جنتين اقل منهم. الجنتين العاليين لمن خاف مقام ربه جنتان، ده العلو. والجنتان دول ذوات اسنان، يعني ذوات اسنان يعني شجر عالي وجميل، وايه كمان؟ فيهما عينان تجريان وعيون مائيه جميله، وفيهما من كل فاكهه زوجان، وكمان ايه؟ ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين جنة. دي الجنه العاليه. وبعدين وفيها قاصرات الطرف، فيها الحور العين، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان، يعني ما حدش لمسهم ولا انس ولا جان. طبعا يقول لك ايه؟ لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان، فبيبقى اذا الانس يتجوز جنيه والجن يتجوز انسيه؟ لا، الانس يتزوج انسيه. فلم يطمسهن انس اي لنساء الانس، ولم يطمسهن جان اي لنساء الجان. خلي بالك معايا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ودول بقى في جنتين اقل منهم، دول الجنتين العاليين. فيه في جنتين اقل منهم؟ ان شاء الله نشوف في حلقة جاية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.